يلا يلا. انه ضيفنا هلا خبير دولي بلعبه البلياردو ومدرب المنتخب السعودي بهالرياضه، وبدنا نحكي معه عن اطلاق الاتحاد السعودي بطوله دوري الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر لفئه الكبار للمره الاولى عربيا وخليجيا ومحليا. منصور الخنفري، اهلا وسهلا فيك معنا بلايف ستايل. اهلا وسهلا، حياكم الله. يا اهلا بيك، نورتنا. طيب منصور، يعني كلنا عارفين انه بكره ان شاء الله حتنطلق اول بطوله الدوري السعودي للبلياردو والسنوكر في المملكه العربيه السعوديه، فقول لنا ايش اهميه انه يصير عندنا دوري في المملكه للمره الاولى، يعني محليا وعربيا وحتى خليجيا؟ اول شيء مشكورين على هذا القاء الضوء على لعبه مهمه او رياضه مهمه زي رياضه البلياردو. ومن اول شيء اهم حاجه انه اثنين زيكم ما راح يختلفوا في مين الافضل، حيبين مين الافضل، هذا اول. انت شيء حيكون اول حيكون صناعه تاريخ بكل باختصار، اذا تبغى باختصار هو صناعه تاريخ. البلياردو عمرها في السعوديه اكثر من 30 عام، وانا احد اللي بداوا فيها من بدايتها او من بعد البدايه بشوي. واو. كانت في نظر الجميع لعبة وليست رياضة، ولا زالت في أكثر الدول لا زال ينظر لها بعض المرات إلى لعبة. الدول المتقدمة ينظرون لها كرياضة وعملوها رياضة من سنين طويلة، بعضهم من 100 سنة 150 سنة. اليوم إحنا دخلنا رياضة البلياردو بمجرد دخول الأندية في رياضة البلياردو. مظبوط. طيب هذه صناعة التاريخ. أوكي. طيب منصور، هيشارك في الدوري 31 نادي، هل ده عدد مقبول كبداية مع انطلاق أول دوري؟ أول شيء العدد مش بس مقبول، العدد كبير جداً مقارنة بأي دوري في أي لعبة ثانية. 31 نادي، كل نادي حيلعب بفريق. أوكي. يعني كأن كل نادي قاعد يمثل دولة كاملة. أول شيء طبعاً المتقدمين أكثر من 60 نادي على فكرة، تم قبول 30 نادي بتوجيه من سعادة رئيس اتحاد البلياردو والسنوكر الأستاذ ناصر بن صعب الشمري. وأنا أحب أني أوجه له من خلال الآن من خلال برنامج أكيد تحية وتقدير عني وعن أي لاعب أو رياضي سعودي مهتم أو موجود في لعبتي البلياردو والسنوكر، لأن هذا الرجل فعلا في 5 أشهر فقط أدخلنا للتاريخ، أدخل اللعبة للتاريخ. فهو أعطى توجيه أنه أي نادي حيدخل بدون فئة ناشئين لن يقبل في الدوري. عشان كذا صار العدد 31 بدل 60 أو العدد الكبير. أوكي. وهذه الخطوة أنا كمدرب تفرحني، لأنه أنا أطمن على قاعدة البلياردو والسنوكر السعودية. يعني هذا الرجل بكل أمانة أنا مش طالع أمدح، ولكن هذا الرجل يستحق منا كل الشكر والثناء. اختصر التاريخ في 5 أشهر إلى الآن، ولا زال